معانا الصحفي محمد القماش، رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. مساء النور يا فندم. مساء النور على حضرتك. بالفعل زي ما حضرتك قلتي، معالي النائب العام منذ قليل أصدر بيانا صحفيا بشأن وقعة انتحار بسنت، الوقعة اللي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الساعات أو الأيام القليلة الماضية. طبعا كان في أقاويل كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بعضها بيروج إلى أن في ابتزاز لعدد كبير من الفتيات. النيابة العامة طبعا أكدت أن يعني هذه المسألة ليست بالظاهرة، ونتمنى أن تكون كذلك. طبعا الواقع دي احنا كنا نتمنى ان التحقيقات تبقى يعني بتجرى في حياة بسنت اللي هي الضحية، ضحية الشابين دولت. للأسف الشديد أسرتها تقدمت بالبلاغات بعد وفاتها. مفترض طبعا ان هم، خليني أسألك على حاجة بمناسبة أسرتها والبلاغة. بيتردد ان أسرة الولدين بيحاولوا ان هم يستعطفوا او يتكلموا مع أسرة بسنت عشان يتنازلوا عن البلاغ أو القضية، الكلام ده صحيح ولا لا؟ حدث في بداية طبعا الواقعة، لكن طبعا بعد يعني تصدي أجهزة الأمن للواقعة برمتها، عايز أقول لك إن كمان وزارة الداخلية تحركت فور يعني نشر يعني المقاطع ديت أو التهديدات ديت. شفنا تحرك سريع فعلا، هل ليهم علاقة بيها أستاذ محمد؟ قبل ما أسرة تقوم بالبلاغ. قبل ما تتقدم بهذا البلاغ، طبعا احنا كمان في انتظار قرار طبعا رئيس المحكمة، حال طبعا ما الشابين دول يتحالوا للمحاكمة الجنائية. تمام، في ولد فيهم في ثانوية عامة والتاني في أولى جامعة زي ما تقال. بالفعل هم يعني هل ليهم صلة قرابة بيها؟ لا، ما لهمش أي صلة قرابة، غير صاحب رمته. وكمان هم الشابين دول طبعا هم كانوا مدركين جيدا ان انت ازاي تشوهي سمعه فتاه يعني بتسكن في يعني قريه متعمدين ومتقصدين. حضرتك تقصد كده؟ هم جيرانها استاذ محمد، عرفوها منين جيرانها؟ ومن خلال البيان الصادر للنيابه العامه على ما يبدو ان احد المتهمين الاثنين دول يعني كان يعرفها، بدليل ان هو طبعا هددها بافشاء صور فوتوغرافيه ومقاطع مصوره. طبعا هو اختلس الصور ديت من تليفونها زي ما قلنا لما هكره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد القماش، رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. طيب نروح لخبر